سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم هذا الموديل اللي سبق وشاركت معكم موديل قريب لي. مهم، كنت قلت لكم انا نعطيكم افكار واشكال من هذا التعب ملي تخدموا شكيلات هكايا اللي مختلفين. وهنا انا تنخدم غير اللون في اللون، يعني كما كتشوفوا الزرق كنخدمو بالزرق، يعني كنخدم غير لون واحد. تقدروا نتوما تدخلوا الالوان الا بغيتوا تدخلوا شي لون هكا في الجلابه. نشوفوا هذه غير في اللون الزرق، جات غزاله البنات الشكل ديالها وهذا والديكور ديالها. مهم الا بغيتوا المهم بغيتوا تخدموا نتوما شي لون، تقدروا تدخلوا هكا في الحجر، تبدلوا الالوان ديال الحجر ولا هذوك الوريضات ولا مهم في اللي بغيتو. البنات بزاف سولوني على في الفيديو السابق في التعاليق، سولوني على هاد الوريضات. الوريضات البنات كيتباعوا جاهزين، كيتباعوا مخدومين، هما مخدومين على على الفيلترو كما كتشوفوا راه باليد. في ماشي فيهم غير الموزونه، فيهم الموزونه وفيهم واحد الحجيرات مات وفيهم عقيق طويل، هاد الحجيره الوسط. هاد الرشيمه هادي غندخل فيها حتى لي ستراس، غنديرو في هادوك العريشات صافي. وجيلاتين هنا كما كتشوفوا راه ساهل، غير كنبقى كنحط هكا باش كندير موديلات. كنخدم الشكل الاول وكنشارك معكم الشكل الثاني اللي كنزيد عليه. انا خدمهم هنايا للبيع، نتوما اللي بغيتو تخدموهم هكايا الجلابه ديالكم ولا القفطان ولا فاش ما بغيتو ديروهم. المهم خدموا الشكل اللي غادي يعجبكم. انا غنعطيكم بزاف ديال الاشكال. اليوم خدمت معكم هذا الزرق، والمره الجايه ثاني نخدم معكم لون اخر. والبنات غادي نشارك معكم في النهايه ديال هذا الفيديو الطريقه اللي كنقطع بها وكتجيني ساهله، ما كيبقاش ليا يلصق ليا الجيلاتين في المقص. خليكم معايا حتى اخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه، وكلشي راه باين وواضح. ونتمنى لكم مشاهده ممتعه. ما تنساوش تخليوا لايك للفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. Thank you.
موسيقى.